أما لأولى فقراتنا لليوم رح نحكي عن مبادرة احسب والعب. طبعا هي المبادرة تجربة تعليمية فريدة وشيقة تستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات بتأثر بالتأثير التحقيق تفاعل للأطفال. طبعا الأطفال دائما بيحسوا هي مادة الرياضيات هي مادة جامدة شوي عند الكبار بيكرهوها والأطفال شوي، فهي المبادرة كتير مهمة لحتى تعلم الأطفال بطريقة اللعب وأيضا أكيد المرح فينا أكيد نقول. هو دائما يعني إحنا مثل ما قلتي دائما مادة الرياضيات هي من المواد ما بدنا نقول الغير محببة، ولكن كنا نخاف منها. كان الكاركتر الأستاذ الرياضيات له كاركتر خاص فيه، يعني يعطي هذا الخوف قبل ما يعطي المادة. فبعض الأشخاص القصة نسبية، دائما إحنا ما بنعمم بالقصص، تماما كانوا ما كثير يحبوا هاي المادة. صحيح. فاليوم يعني التعليم بلش يدخل هيك قصص جديدة ليحبب بهي المادة، وشفنا الحساب الذهني قد كان ممتع يعني تماما. بالرياضيات. واليوم اكيد رح نستعرض تجربه جديده مع ضيفنا لليوم وهو استاذ ماده الرياضيات حسن علي. سعد صباحك استاذ، واهلا وسهلا بحضرتك. صباحكم جميعا وشكرا لكم لاسره الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا بحضرتك على الاستضافه الكريمه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. طبعا مثل ما كنا عم نحكي شوي ماده الرياضيات هيك فيها شوي من الجمود، في كثير اطفال بيكرهوها وحتى كبار، فتعليمها بهيك مبادرات كثير مهمه يعني من الصغر للاطفال، فبتعلمهم وبتحفزهم على تعليم هي الماده. تحكي لنا عن هي المبادره الرياضيه عن التطبيق الالكتروني. نعم، بدايه بحب اقدم الشكر لوزاره التربيه ممثلة بالسيد الوزير و مديرية التربية بحمص ومديرة المدرسة على كافة النشاطات اللي قدمناها. نحن قدمنا عدة نشاطات كانوا داعمين بشكل كبير لأي مبادرة أو أي نشاط يهدف إلى تعزيز أو تطوير العملية التعليمية. بالنسبة لمبادرة احسب والعب، طبعا نحن هدفنا التعليم المستدام. التعليم المستدام اللي خارج حدود المكان والزمان، يعني ممكن الطفل برا البيت نحن نساعده بهالطريقة هي. ايضا وزاره التربيه السوريه شاركت بندوه التحول في التعليم السنه الماضيه العام الماضي حول تعزيز التحول في التعليم، وكانت مشاركه ملفته بالنسبه للجمهوريه العربيه السوريه في هذه الندوه. فانطلاقا من هالمبادئ هي مبادئ التعلم المستدام بالاضافه للتحول في التعليم والتحول الرقمي، اقترحنا فكره المبادره. هي فكره تطبيق الكتروني عن طريق علم الاطفال من سن 4 إلى 8 سنوات لتعليم مبادئ العمليات الحسابيه الاوليه باسلوب شيق وممتع باسلوب اللعب والتحفيز للطفل. كون تقريبا الاجهزه الالكترونيه صارت متوفره بكثره بين الاطفال حتى بين الاطفال، تمام. فنحن خلينا نبعد شوي، نحاول نبعد الطفل عن الالعاب اللي ممكن تكون عنفيه شوي، نحاول نخليه يلعب ويكتسب مهاره بنفس الوقت وهي مهاره تعلم العمليات الحسابيه. وكان في فكره ايضا من الفكره يعني الملفته كان فيها هي لذوي الهمم لمشاركتهم في دمجهم في المجتمع ودمجهم في التعليم. كان في فكره مثل التطبيق نفسه هو تعلم لذوي الاحتياجات الخاصه، تعلم العمليات الحسابيه واساليب العد باستخدام لغه الاشاره عن طريق خبراء اشاره. طبعا بنوجه لها الشكر الاستاذه نايا، هي كانت خبيره اشاره معتمده تواصلت معنا وبادرت للمشاركه في هذه المبادره. طيب استاذ حسن، اليوم عم نحكي عن مبادره جدا مهمه، وخاصه وقت بنقول ذوي الهمم احتياجات خاصه، هدول يعني قسم لهم معامله خاصه بيكون يعني بسبب احتياجاتهم. خلينا نحكي اكثر عن هذا التطبيق، اهم مميزاته، يعني خلينا نشرح اكثر نوضح لكل حدا عم يشوفنا اليوم شو مميزات هذا التطبيق. على شو قائم بالضبط؟ قائم التطبيق هو كواجهه رئيسيه، هو بدنا اسم المستخدم هو الطفل طبعا، ونستخدم العمر بيدخل العمر من 4 إلى 8 سنوات. بنفوت على القائمه الثانيه، هي قائمه في تعلم العد للاطفال الصغار، في اختبارات جمع، اختبارات طرح، في عندنا اختبارات ذاكره وتعلم العد لذوي الهمم وتعلم الجمع والطرح لذوي الهمم بلغه الاشاره طبعا. طبعا اخترنا ان تكون الواجهه بسيطه جدا وسهله جدا للتعامل مع الطفل. ايضا الانتقال من مرحله لمرحله بالنسبه لان كان باي اختبار من الاختبارات
الطفل ما في ينتقل من مرحلة إلى أخرى لحتى يتجاوز المرحلة السابقة. يأخذ تقريبا 60% إلى 70% من درجات المخصصة للمرحلة لحتى ينتقل بأسلوب شيق وممتع، بأسلوب الألعاب مع مرافقة مع الأيقونات الجميلة المحفزة للطفل، وإضافة لكسب مجموعة من النقاط اللي ممكن يكسبها الطفل. ايضا نفس الاسلوب بالنسبه للغات الاشاره، طبعا تعتمد الاختبارات ايضا حسب مرحله الطفل، عمر الطفل، وبتتدرج من الاسهل للاصعب وهكذا بالتدريج. بالاضافه لهيك نحن في عندنا نظام مراقبه ابويه، يعني الاب او حتى ممكن يكون معلم الروضه ممكن يدخل على التطبيق يعرف انه ابنه او الطالب اللي عنده شو المراحل اللي انجزها، شو الدرجات اللي اخذها، شو الصعوبه اللي لاقاها، تقرير تقريبا يومي ايمت ما يفوت الاب او ولي الامر على التطبيق بيشوف الانجازات اللي حققها. هذا التطبيق متوفر استاذ، صار يعني تماماً نزل تماماً بشكل فتره هن بسبب الحصار اللي عندنا، صار عندنا بعض الصعوبات والتحديات بسبب حصار المنصات اللي هي المتاجر الالكترونيه، فعندنا عانينا شويه صعوبات لحتى حملوا التطبيق بسبب الحصار اللي فارضينه هن طبعا على سوريا، ولكن اخيرا الحمد لله نزل التطبيق و كمان اي حدا يعني عم يشوفنا يستفيد منه وينزله يعني لاولاده. تماما تماما، هو اسم التطبيق احسب والعب، ممكن نعطيكم الرابط بنهايه اللقاء. اوكي. طب استاذ، هلا بالنسبه للمراحل العمريه الصغيره او المراحل او حسب ذوي الهمم، قديش ممكن يستغرق وقت بالتعلم على بهذا التطبيق حسب العمر او الحاله النفسيه، كيف ممكن يكون هذا الشيء؟ طبعا هون بتختلف من سويه الطفل الى اخر، تختلف من سويه الطفل الى اخر، لانه كل طفل له سويه معينه، ولكن الاسلوب هو اسلوب ممتع بحفز الطفل على التعلم بطريقه شيقه، وما بتوقع انه بيحتاج زمن كبير للتعلم، وان شاء الله بيكون ممكن له علاقه بالعمر مده التعلم ولا ما دخل؟ تماما تماما له علاقه بالعمر اكيد، ونحن راعينا بالمراحل اللي بده ينتقل الطفل فيها راعينا سن الطفل، انه بحيث الاختبارات تكون ملائمه للسن اللي ممكن يدخل عليه الطفل. طيب استاذ حسن، وقت نحن بنقوم باي مبادره او بنشتغل على اي تطبيق، نحن بنعرف من يعني من البدايه للنهايه انه نحن هدفنا هيك وحنحصل على هي النتيجه من خلال تجربه التطبيق. شو اهم النتائج اللي حصلتوا عليها؟ كيف كانت اختبارات الاطفال اللي دخلوا بهذا التطبيق؟ هل كانت يعني انه كانت الافاده 100% او رجعنا عدنا مره ثانيه لنفس الطفل يعني ليقدر يستفيد من نفس النتيجه؟ نحن فكرة التطبيق هو تطبيق مستدام، يعني الطفل رح نحن انا متحكم بلوحة التحكم عندي، فكل يوم ننزل شيء جديد، تحديث دائم طبعا. التحديث هو بدون ما يكلف الطفل، التحديث هو لحاله بيوصل التحديث للطفل. المراحل بشكل مستدام، يعني انه ما كان في عقبة بأي مرحلة تم تحديثها على التطبيق؟ يعني بالنسبة للأطفال، يعني حسيتوا أنه أنتم هون اليوم شوي رفعتوا مستوى التطبيق؟ طبعا طبعا، المراحل الثانية من نضيفها بتكون مراحل أعلى سوية نوعا ما، بحيث الطفل يعني نحن بدنا ننمي مهارة للطفل، بيكون هو استفاد من التجربة السابقة، يعني أخذ خبرة ليقدر يعدي التجربة اللي بعدها، يستفيد من هي التجربة. هي الهدف الأساسي هو يتعلم هالمهارة هي، وممكن نحن في فكرة أنه نطور التطبيق ليشمل مراحل عمرية أخرى باسلوب تفاعلي بشكل اكبر. صار عندي فضول جرب التطبيق هلا بعد الحلقه. ان شاء الله تلاقوا ممتع ان شاء الله. خلينا نحكي بطريقه مختصره عن طريقه تنفيذ هذا التطبيق. طبعا او مراحله. نعم، اي مبادره احنا بنقوم بخطه متكامله لتنفيذ اي مبادره ضمن الاطر القانونيه والمتعامل عندنا. المرحله الاولى هي الفكره، اني انا جبت الفكره عن طريق البحث بمحركات البحث عن تطبيقات خاصة بذوي الهمم. تطبيقات عربية ما في لذوي الهمم لتعلم اللغة أو عمليات حسابية بلغة الإشارة أو حتى الأعداد. فاستغرق فترة طويلة البحث، ما في تطبيقات ولكن أجنبي ولكن مي مجاني. أنا عندنا نحن التطبيق مجاني بشكل كامل بدون أي إعلانات بدون أي شيء قدمناه. هاي المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط. مرحلة التخطيط اتفقنا مع شركة برمجيات، أشرفت على التصميم بشكل كامل من حيث الألوان، من حيث الأيقونات اللي ممكن ندخل الطفل. بدنا نراعي أسلوب الطفل وتعامل الطفل من حيث الأيقونات، من حيث التنقل، سهولة التنقل، كنت مشرف بشكل كامل على التصميم، على الواجهات اللي ممكن نحطها للطفل، على الحوافز اللي ممكن نقدمها للطفل كنقاط. بعدين اتفقنا مع المبرمجين، هنن عده لغات برمجي مثل الجافا سكريبت ومثل HTML،
أعدنا التطبيق إشراف كامل مني شخصيا. هي المرحلة البرمجي. المرحلة بعدين عندنا التسويق، تسويق التطبيق بدنا أجرينا كمان خطة متكاملة للتسويق. والمرحلة الأخيرة هي تجربة التطبيق. تجربنا التطبيق على عدة أطفال قبل ما نرفعه إلى المتاجر، جربنا عدة أطفال واستخلصنا نتائج ممكن نستفيد من تقييمات بعض المستخدمين من الآباء أولياء الأمور. هذه كلها بدنا نحطها بعين الحسبان. نحن تطبيقنا مستدام، بدنا نفكر بالنتائج أو نفكر بالتقييمات بدنا نستفيد منه. ممكن نحن في شيء معين بيهتموا طفل معين بشيء معين، ممكن نحن نحدثه بالمستقبل هذا الحكي هذا. فبعد ما جربنا التطبيق بشكل جيد وعمل بشكل جيد رفعنا على المتجر، وان شاء الله يكون وهلا من تابعه دائما بشكل مستمر بحيث دائما يتم التصوير. قد عدد التحميل على المتجر كونك تقريبا التحميلات على المتجر بالضبط ما بعرف فكرتها، ولكن بعرف انا المهم مو التحميل، المهم المستخدمين للتطبيق. ممكن ناس تحملوا ما تستخدموا، ولكن احنا بدنا الاثر اللي تركوا للمستخدمين بلوحه التحكم اللي عندنا. تقريبا اول يومين كان عندنا في شيء 300 مستخدم طفل مستخدم للتطبيق بشكل فعلي، هذول فعليين التطبيق. طيب استاذ حسن، وقت بنحكي عن مبادرات حضرتك كان في شيء لك سابق يعني قبل هي التجربه؟ نعم. واكيد المستقبل حيحمل شيء جديد، ورح نرجع لنحكي عن اصرارك على هي التطبيق. يعني كونك استاذ رياضيات فانت اليوم عم تدرك المشاكل بينك وبين الطلبه. تماما، مثل ما حكيته انت بالبدايه انه هي الرياضيات ماده مجرده، ماده صحيح. مجرده بانه وفي انه الطفل دائما بيخاف انه ماده رياضيات. فنحن بدنا نستخدم وسائل، غالبا احنا كمدرسي رياضيات بشكل عام انه نستخدم وسائل جديده، طرائق جديده انه نحفز الطفل لتعلم مهارات الرياضيات. فكان فكره التطبيق هي انه يستخدم اللعب، الطفل هو ما يلعب يستعمل مهاره، هذه اكيد راح تنمي مواهبه حتى مستقبلا. صحيح. بالرياضيات نحن مثل ما حكينا ان شاء الله انه التطبيق نحسن نحدثه اكثر من هيك ليتجاوز مراحل عمريه اخرى، ممكن نعدل عليه بشكل اكبر ليتجاوز، وممكن ننمي موهبته بالرياضيات للطفل بشكل اكبر، لانه يعني الطفل حقيقه. كيف علاقتك مع طلابك استاذ؟ ممتازه الحمد لله. رفقه؟ تماماً. دائما بتحسي لي للاستاذ اذا كان رفيق هلا بمراحل وقت الدرس يعني بتلاقي الطلاب بينتظروا حصته، يعني حتى لو كانت الماده شوي جامده. نحن الاهم بناء ثقه، نحن الاهم بناء ثقه، يعتبروا طلابنا ابنائنا ويعتبروا بيسموا مرهقه. عمليه تعليميه حضرتك اعدادي عم تعلم؟ ثانوي. العمليه التعليميه صعبه، انا ما ادخل على صف في مثلا 30 طالبه او 35 طالبه او طالب، وصف ثاني وصف ثالث، يعني بنتعامل مع 150 طالب ممكن باليوم. كل طالب له نفسيه وطلاب مراهقين، فبدنا اول شيء نعزز الثقه بيناتنا، ثقه متبادله، نعرف نتعامل معهم لحتى نوصل الفكره، لحتى نوصل الدرس للطلاب. طبعا في اساليب تعليم جديده، ولكن اساليب التعليم تختلف من صف لصف حسب مستوى الطلاب، تختلف ايضا من مدرسه لاخرى، وبتختلف من وحده من المنهاج الى وحده اخرى. فهذه كلها بدها تكون عبء علينا شوي، ولكن الحمد لله في كان تعامل جيد وتفاعل جيد من قبل الطلاب. ان شاء الله الله يوفقكم دوم. خلينا نحكي شوي عن ترشحك لجائزه الشيخ زايد في الامارات، نحكي عن تفاصيل هي الجائزه وشو معاييرها. نعم، سوريا الدولة الرابعة، أول سنة بتشارك سوريا بالدولة الرابعة بالإضافة إلى 12 دولة أخرى عربية وأجنبية طبعا. هو التقديم كان عن طريق موقع الجائزة، نشرته وزارة التربية على موقع الرسمي. قدمنا الأوراق الثبوتية، بعد فترة بعثوا لنا أنه يمكن نحن بنعبي عدة ملفات بعد ما يقبل الأوراق الثبوتية المطلوبة للمدرس. نحن عاد بيبعثوا لنا بالايميل انه ممكن نحن نملي المعايير الاستمارات او الملفات اللي عندنا. طبعا في لها خمس معايير، المرحله الاولى هي عباره عن مرحلتين الجائزه، المرحله الاولى سنه كامله تتضمن خمس معايير، التميز في الانجاز والابداع والابتكار والتطوير والتعلم المستدام والرياده المجتمعيه والوطنيه. هي كمرحله اولى. كل معيار من هذه المعايير في له تقريبا 8 معايير فرعيه. حلو. وكل معيار فرعي تقريبا بدنا نحمل شيء 8 شواهد من شو انجزنا، طبعا مش شواهد كلها مصدقه اصولا. تنتقل بعدين مرحله اللي بعدها، بعد ما عبينا الملفات اللي عندنا
والانجازات والشغل اللي عملناه. بنتقل مرحلة التقييم، طبعا بيسكروا موقع الجائزة، بنتقلوا هنا مرحلة تقييم لجان خبراء دوليين، خبراء دوليين بيقيموا الملفات. طبعا كمان التقييم له مراحل، مرحلة التقييم المكتبي الأولى بيختاروا أفضل مشاركات من بين الدول المشاركة. بعدين مرحلة المقابلات الشخصية، بيعملوا معنا لقاءات أونلاين مع طلابنا، مع أولياء الأمور، مع الزملاء المدرسين، مع إدارة المدرسة بشكل متكامل حتى ياخذوا فكرة كاملة عن المدرس. آخر مرحلة هي التقييم النهائي والتكريم. طبعا كان التكريم لدار الأوبرا، تقريبا حوالي 2620 مدرس ومدرسة قدموا في سوريا. تأهلنا اثنين الحمد لله لممثل لتمثيل سوريا في المرحلة الثانية اللي بنشتغل فيها حاليا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أفضل تمثيل. إن شاء الله دائما نحن بنفتخر بالإنجازات السورية، ونتمنى هيك بهي الجائزة يكون لنا نصيب فيها من خلال جهودكم وتعبكم. شكرا، تشكر جهودكم وتشكر أكيد جهود وزارة التربية ومديريات التربية في جميع المحافظات السورية. اليوم يعني هي أكبر قطاع دائما عنده الجهد الأكبر. نورت صباحنا الأستاذ حسن علي، أستاذ في مادة رياضيات. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية، نورتنا. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.